السلام عليكم ورحمة الله. نشرة السادسة من المرابطون نستهلها بالعناوين. نقيب المحامين يقول إن السجون الموريتانية تعاني مشاكل واختلالات ليست وليدة اللحظة، وإن حلها يعتبر مسؤولية الجميع. ملتقى بنواكشوط يبحث موضوع الهجرة في بلدان غرب القارة الإفريقية بمشاركة فنيين وباحثين من دول إفريقية مختلفة. المرابطون يواجه منتخب جنوب السودان يوم غد في إطار تصفيات كأس العالم لسنة 2017. حياكم الله. قال نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ والحندي إن السجون الموريتانية تعاني مشاكل واختلالات ليست وليدة اللحظة، ما يجعل حلها مسؤولية الجميع. وأضاف والحندي في كلمة له خلال ندوة نظمتها نقابة المحامين الموريتانيين بالتعاون مع هيئة هاند سايدل حول المؤسسات السجنية في موريتانيا، أضاف أن الهيئة نبهت منذ عقود على ما سماها الوضعية الكارثية التي تعيش السجون، وذلك من أجل احترام مبادئ حقوق الإنسان. لا شك أن المشاكل والاختلالات الكبيرة التي تعاني منها السجون في البلد ليست وليدة اللحظة، وهو ما يجعل حلها مسؤولية الجميع. وقد نبهت الهيئة الوطنية للمحامين منذ عقود من الزمن على الوضعية الكارثية التي تعيشها السجون، قناعة منها بضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان، خاصة إذا كان محروما من الحرية، واهتمام منها بضرورة تسليط الضوء على مؤسسات السجون لما لها من تأثير على سلامة هؤلاء الأشخاص وحقوقهم، وهو الاهتمام الذي تأتي هذه الندوة تجسيدا له. ولا شك أن مداخلاتكم التي ستذرون بها هذه الندوة ستقدم الصورة بشكل أشمل لنقاشها بعمق ورصانة سبيلا للخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في حل هذه المشاكل أو بعضها على الأقل. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى يبحث موضوع الهجرة في غرب القارة الإفريقية بمشاركة فنيين وباحثين من دول إفريقية مختلفة. ويقول المشاركون في الملتقى إنهم يتوخون من خلاله الخروج بتوصيات تشكل حلولا حقيقية لظاهرة الهجرة التي تعاني منها دول غرب القارة الإفريقية. Vous allez pendant ces journées réfléchir à un phénomène qui nous préoccupe. ستناقشون طيلة أيام مكوثكم في موريتانيا ظاهرة باتت تشغلنا جميعا وتشكل تحديا حقيقيا أمام بلدان القارة. ولا أشك في أن الخلاصات التي ستخرجون بها ستسهم في إيجاد حل لهذا الإشكال الذي يؤرق بلداننا جميعا. qui est un phénomène aujourd'hui majeur et préoccupant. Je voudrais donc أتمنى أن تخرج توصياتكم بحلول تناسب حجم تحدي هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة في غرب إفريقيا. ناقش ملتقى نظم بنواكشوط تقرير التنمية البشرية في موريتانيا للعام 2015 بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني. وتقول وزارة الشؤون الاقتصادية إن الملتقى يأتي بعد شهرين من النقاشات من طرف لجنة علمية مكلفة بإعداد تقرير وطني حول التنمية البشرية في البلد. تفاصيل في التقرير التالي. ملتقى بنواكشوط حول الصناعات الاستخراجية مقدرات للتنمية البشرية. ملتقى تقول وزارة الشؤون الاقتصادية إنه يأتي بعد شهرين من النقاشات من طرف لجنة علمية مكلفة بإعداد تقرير وطني حول قدرة هذه الصناعات على المضي قدما بالتنمية البشرية في البلد. نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بالتقرير أكدت أن التقرير شمل جوانب مهمة كالصحة والتعليم والمشاركة السياسية للمرأة، كما اعتبرته فرصة قبل المصادقة عليه لإبداء الآراء والملاحظات لإثراء الموضع أكثر.
التقرير عرض أمام عدد من المهتمين بالمجال وبحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث أكد بعض الحاضرين على ضرورة الاهتمام بهذا المجال في بلد يحتوي على العديد من الثروات المعدنية التي بإمكانها الرفع من مستوى الوضع الاقتصادي للبلد. استطعنا من خلال هذه اللجنة الإحاطة بكثير من المجالات الحاضرة في التقرير، حيث أدلى كل منا بدلوه، وأنا بصفتي أتحدث باسم مؤسسات المجتمع المدني، فقد أبدينا ملاحظات وانتقادات على التقرير الذي يعاني نقصا من وجهة نظري فيما يتعلق بالجانب الحقوقي. الصناعات الاستخراجية مهمة، فهي إن سيرت بشفافية وحسن رعاية ستسهم في المضي قدما بالبلد، وإلا لا قدر الله قد تكون سببا أيضا لسقوط البلد في الهوية، وخصوصا في بلد ينتشر فيه الفساد والمحسوبية. التقرير الوطني حول التنمية البشرية 2015 في موريتانيا كشف عن أن المستخدم من الثروات البشرية لا يتجاوز 30%، وأن 75% لم تستخدم بعد، رغم ما قد يترتب على ذلك من تبعات. عقدت النقابة الوطنية للمعلمين دورة عادية لمجلسها الوطني تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر. وانتقد الأمين العام للنقابة خلال كلمة له أوضاع المعلمين في موريتانيا وهم على عتبات الدخول المدرسي، وبعد مرور 9 أشهر من عام 2015 الذي أعلن عاما للتعليم والتكوين في موريتانيا. وتأتي هذه الدورة متزامنة مع اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف هذا اليوم 5 أكتوبر، وبهذه المناسبة نغتنم الفرصة لتقديم التهاني لكافة المعلمين على عموم التراب الوطني. كما تنعقد دورتنا هذه بعد انقضاء 9 أشهر من سنة 2015 التي تم إعلانها سنة للتعليم في موريتانيا، في الوقت الذي ما يزال فيه التعليم في بلادنا يعاني ما يعاني. ونحن لا نفوت الفرصة في هذه المناسبة دون أن نذكر بأن الارتقاء بالوضع المهني للمدرس من خلال العناية بإعداده وتدريبه وتنمية مواهبه، والارتقاء بوضعه الاجتماعي من خلال رفع راتبه وتوفير الرعاية الصحية والسكن اللائق له، قد بات أمرا لا غنى عنه. نظمت بالعاصمة نواكشوط ورشة لبحث الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والتي تشهدها الكرة الأرضية، ويبحث المشاركون في الورشة السيناريوهات المحتملة وسبل التصدي للظاهرة التي باتت تؤرق دول العالم. المزيد في التقرير التالي. النماذج المناخية موضوع ورشة بنواكشوط لبحث تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على موريتانيا. المشاركون في الورشة يمثلون عددا من القطاعات الحكومية المعنية بملف التغيرات المناخية كوزارة البيئة والمياه والزراعة وغيرها. ننظم هذه الورشة في إطار الجهود العالمية المشتركة ضد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. يشارك في الورشة فريق من قطاعات حكومية متعددة: الزراعة، المياه، التنمية، البيئة وغيرها، حيث نعمل معا من أجل تحقيق نتائج أفضل من خلال تجميع قدرات الفريق، ونعول من خلال ذلك على النجاح في وضع التصورات والحلول. ويتوقع أن تخلص الورشة إلى نتائج تحدد السيناريوهات المحتملة وسبل التصدي للتغيرات المناخية، وتقدم إرشادات يعتمد عليها في التكيف مع مستقبل التغير المناخي الذي بات يؤرق دول العالم. ونود أن نصدر توصيات بعد هذه الورش مباشرة عن التغيرات المناخية وعن وضعية التغيرات المناخية وطريقة معالجة والقضاء على كل ما يغير من البيئة المناخية بصفة عامة. تأثير التغيرات المناخية بالنسبة لموريتانيا يقول مراقبون إنه بات ظاهرة ملموسة ومشاهدة من خلال موجات الارتفاع الشديدة في درجات الحرارة وضعف التساقطات المطرية، وبالتالي تراجع الغطاء النباتي.
طالبت مبادرة بعث الحركة الانعتاقية إيرا بتوفير تشخيص عاجل لرئيسها بيرامو العبيد إثر تعرضه لانزلاق غطروفي لم تتوفر له العلاجات المناسبة في مقاطعة ألاق. وقالت المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقدته بنواكشوط إن السلطات الموريتانية ترفض السماح لرئيسها بتلقي العلاج في نواكشوط رغم أن حالته الصحية متدهورة. اختير نقول بعد ان زعيم بيرامو الداهو العبيد بعد انه يوم 25 اغسطس في العام 2015 تقريبا شهر من اليوم دهورت حالته الصحيه وانتقل باثرها من السجن المدني اللي في لاك شورى المستشفى اللي في لاك. حقيقه مستشفى في لاك نعرفه نحن كاملين وتعرف الصحافه تعرف بعد انه ما هو إلى المستوى ولا في حقيقة هو قاعد طب اللي في نواكشوط ما هو إلى المستوى في الأحراء طب لك مهم أن الطبيب اللي في لك نين خرصوا وما عنده آلات الكشف فهم في الطب خرصوا وقال بأنه حالته ربما يعود يعاني من سداد من زلا قدروني مغلق وبالتالي قال بهذه الحالة اللي شاك فيها ما هو متأكد منها يقير أن بيرام لابد له من يعدل فحص طبي وآخر فحص طبي لابد له من ينتقل شون نواكشوط ياك يعدلوا. هذا 25 أغسطس اللي تقريبا عادلوا ذلك شهر والسلطات الموريتانية ممتنعة عن تمشي شورة جيبوا لنواكشوط يعدل الفحص كشف الطبي ياك يعرف حالته الصحية. اندلعت مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وعناصر من قوات الاحتلال الصهيونية في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية والمدينة القديمة حيث يقع المسجد الأقصى المبارك. نتابع. مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت عددا من مدن وقرى الضفة الغربية والمدينة القديمة في القدس الشريف. شبان فلسطينيون يتصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة. المواجهات جرت على واقع ارتفاع غير مسبوق في الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى الشريف في ظل حديث بعض وسائل الإعلام عن انطلاق انتفاضة جديدة ضد الاحتلال الصهيوني لمواجهة خططه للاستيلاء على المسجد الأقصى بعد مرور 48 عاما على احتلاله. وفيما شدد الاحتلال من قبضته الأمنية على مدن القدس والضفة الغربية قامت قواته بحملة اعتقالات ومداهمات للعديد من المنازل وتواصلت البيانات المنددة بهذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية نددت بالعدوان الصهيوني ودعت الأمم المتحدة إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني. من جانبها توعدت قوى المقاومة الفلسطينية الاحتلال برد صاعق على اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني ودعت العالم العربي والإسلامي لإظهار تضامنه مع الشعب الفلسطيني. رياضيا وصل منتخب المرابطون جنوب السودان حيث سيواجه منتخبها في 7 من الشهر الجاري في إطار تصفيات كأس العالم 2017. هذا ومن المرتقب أن يشارك في المباراة الحارس الأول للمنتخب سليمان جلو الذي وصل جنوب السودان قادما من الولايات المتحدة. نتابع. المرابطون يصلون لجنوب السودان وبالتحديد للعاصمة جوبا التي لا يعرفون عنها الكثير سوى أنها أول محطة لهم في طريق الألف ميلي نحو بطولة كأس العالم. كذلك نفس الشيء ينطبق على ساكنة هذه العاصمة الحديثة النشأة ففريقها يريد العبور من بوابة المرابطون والوصول إلى نسور قرطاج في المحطة القادمة من التصفيات. تشكيلته الفرنسية عرفت غياب المدافع عبدولبا ومهاجم نادي أكسير الفرنسي أدما با بدعي الإصابة ولذلك حل مكانهما المهاجم علي الشيخ فلاني والمدافع الشاب لعمر. ولعل مفاجأة تشكيلة الفرنسي الهادئ كورنتان مارتينز هي عودة الحارس سليمان جلو من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن التحق بصفوف نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي. وحسب بعض المصادر الإخبارية فإن الفرنسي سيعتمد على الحارس سليمان جلو في موقعة الأربعاء القادم كما سيزج بالمهاجم بيجلي أساسيا والذي ظل حبيسا ولمدة طويلة على دكة البدلاء.
موقعة الأربعاء القادم يعول عليها الشارع الرياضي الموريتاني كثيرا بعد الهزيمة المدوية لأبناء البفنا بفنا. كذلك يتحدث أهل الجنوب السوداني عن نصر قادم يجلبه لهم فريقهم في أول مشاركة لهم على المستوى القاري بعد الانفصال عن السودان الأم. بينما أبناء شنقيط فحديثهم عن النصر منذ قدوم الفرنسي الهادئ كورنتان مارتينز دائما ما يكون عقب نهاية اللقاء ولا يستبقون الأحداث. كذلك تميزت حقبة ابن مدينة الأنوار طيلة أيامه الماضية مع منتخب المرابطون. نشرة السادسة وصلت إلى نهايتها، تابعتم فيها نقيب المحامين يقول إن السجون الموريتانية تعاني مشاكل واختلالات ليست وليدة اللحظة وإن حلها يعتبر مسؤولية الجميع. ملتقى بن واكشوط يبحث موضوع الهجرة في بلدان غرب القارة الإفريقية بمشاركة فنيين وباحثين من دول إفريقيا مختلفة. المرابطون يواجه منتخب جنوب السودان يوم غد في إطار تصفيات كأس العالم لسنة 2017. السادسة والنصف تتابعون حلقة المشهد هذا المساء، تناقش موضوع واقع المعلم الموريتاني في ذكرى اليوم العالمي للمعلم. في التاسعة نشرة إخبارية أو الأحرى جولة إخبارية مفصلة مع حامدو كانتي. أنتم دائما في أيادٍ أمينة.